مثل اعلى لاولاد كتير وبنات في كرة السلة. صح؟ ده شرف ليا والله. يعني هو الواحد بيعمل على قد، يعني بيتعب على قد ما يقدر، وربنا هو اللي بيكرم يعني في الآخر. ده اكيد، كل مجتهد النصيب. بالظبط. وفي رمضان بنجتهد كتير بصراحة. اه والله صيام وتعب. الواحد والله بيتعب فعلا. وتمرين، تمارين قبل الفطار دي بتبقى يعني الواحد بيحس ان هو يعني خلاص، يعني بيقع كده في اخر التمرين. يا جماعه اقفل حد التمرين لازم دي. يجري بسرعه. حد يقفل التمرين دي بسرعه. طيب، بس تمرين قبل الفطار وتمرين بعد الفطار، ده حقيقة السؤال المعتاد في كل الحلقات. في ناس تفضل تمرين قبل الفطار بساعه، في ناس يقول لك لا انا بعد الفطار حاجه خفيفه كده واتمرن. لا، هاجر عامل بتفضل ايه؟ قبل الفطار. قبل الفطار، اصل بعد الفطار والله الواحد بيحس ان اصلا بعد الفطار كده بيحتاج ساعه يفصل، عشان يفهم ايه ايه اللي بيحصل، مين بني ادمين، مين اللي جنبي، محدش يكلمني دلوقتي. لا، قبل الفطار بيبقى اخف كده الواحد خلاص بقى، بس بعد الفطار بقى يقعد يتفرج على حاجه، يقعد مع بنته بقى كده شويه. تمام. بمناسبه بقى بنتك امينه، امينه اسم جميل جدا، ربنا يخليك. اول حاجه رمضان اختلف بعد امينه. طبعا بقى ليه طعم تاني يعني. طبعا. الواحد بقى هي فاهمه يعني، دلوقتي ابتدت تفهم، 5 سنين ابتدت تفهم بقى يعني ايه رمضان ويعني ايه صايمين ويعني ايه فلا طبعا، ولازم اطبخ بقى شويه في البيت عشان تفهم يعني ايه عيله بقى بتاكل والكلام ده، فالموضوع لذيذ بقى طبعا ويا ماما حاجه. انا هصوم لحد الظهر وانا